يقول هل يجوز دفع الزكاة اليوم للحملات الخيرية؟ الحملات الخيرية تختلف، يعني أهم شيء أن تخبرهم أنها زكاة، هذا أهم شيء، فيجوز تدفع لهم الزكاة. لكن هم الهيئات الخيرية هم لا يجوز لهم أن يصرفوا الزكاة إلا في مصارفها، ومصارف الزكاة ذكرها الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: إنما الصدقات، يلا عدوا معي، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، ثمانية أصناف ذكرهم الله هم أهل الزكاة. فلا يجوز أن تصرف الزكاة لحفر آبار ولا لبناء مساجد ولا لبناء مستشفى، هذا لا يجوز. وإنما الزكاة تعطى لأشخاص، والأشخاص هؤلاء الأصناف الثمانية، الزكاة لأشخاص ليست لأعمال خيرية. الزكاة تعطى لهؤلاء الأشخاص العاملون عليها: الفقراء، المساكين، المؤلفة قلوبهم، الغارمون، في الرقاب، في سبيل الله، ابن السبيل، لأشخاص، وليست للجان. يعني أقصد يعني اللجان توصل، يعني اللجنة تكون وكيلا عنك، لكن هذه رسالة للجان أنهم يتقون الله ولا يدفعون الزكاة إلا لهؤلاء الأشخاص. ممكن أحيانا ممكن تدفع له إيجار بيته، طيب تشتري له ملابس، لكن الأصل التمليك، تملكه المال، هو أدرى أين مصلحته. أنت تشتري له ملابس، هو مو محتاج ملابس، هو محتاج مثلا لمدارس يدرسون أولاده، أنت تدفع المدارس ويقول لا المدارس ممكن يسامحوني، أنا محتاج أجار لا يطردوني برا البيت. ممكن تروح تدفع له أجار يقول أنا ما أبي أجار، أبي آكل، ما عندي شيء آكله، أنا عندي مشكلة، أولدي بالسجن بطلع، وهكذا. فالقصد أن الأصل أن يملك هذا المال، وهو يتصرف به بما يراه مناسبا له، هذا حقه منك أنت، ليس لك منه، أنت لك منه في الصدقة، الزكاة ليس لك منه، هذا حقه يأخذه منك رغما عنك، وإن ما عطيته تعذب. هذه الزكاة حق. أما الصدقات بابها مفتوح، وإذا اكتبنا فيها مساجد، تصرف فيها الطرق، تبنى فيها المستشفيات، أمر ثاني. أما إذا كان هذا الإنسان لا يحسن التصرف بالمال، لو أعطيته هذا المال 1000 دينار تقول هذه الزكاة 1000 دينار تفضل، بعد يومين ولا صارفها. ليش؟ والله وديت العيال العشاء وتمشينا وشريت سيارة زينة وصارت لا، هذا إنسان لا يحسن التصرف، فهنا ممكن أنت أن تمسك عنه هذا المال تعطيه حسب حاجتي، لأنه سفيه غير راشد لا يحسن أن يتصرف في المال، فهنا يعطى. لكن الأصل اللجان أنت أهم شيء تقول لهم أن هذه زكاة حتى ينتبهوا. نعم.